كيكة الفستق بالفراولة. الكيكة بتاعتنا دي علشان نعملها عايزين الآتي: عايزين كوباية دقيق، كوباية سكر، 5 بيض، فانيليا، ربع كوباية زيت، ربع كوباية فستق مطحون، لون أخضر، الحشوة كوباية كريمة مخفوقة، 200 جرام فراولة، لا دي 300 جرام فراولة مقطعة صغير، ربع كوباية فستق مجروش. وللوش عايزين بقى اللي انتوا عايزينه، يعني بنقدر نستعمل فراولة، بنقدر نستعمل رازبيري، بنقدر نستعمل فستق زي ما انتوا عايزين، نعناع اللي هو مش موجود اصلا بس يعني بنقدر نستعمله. هنعمل ايه دلوقتي؟ هناخد السكر اللي عندنا والخمس بيضات اللي عندنا وهنحطهم في العجان. هي الكيكة دي تقريبا اسفنجية، بس ايه بقى، مش هنفصل الصفار عن البياض، يعني هنخليهم هما الاثنين يختلطوا مع بعض، يعني الصفار والبياض مع السكر هنسيبهم بقى كده مع بعض شويه شويه حلوين يعني. طيب شوفوا بقى يا حبايبي، شوفوا شوفوا، هو ده اللي احنا عايزينه. شايفين وصلنا لايه؟ اهو هو ده اللي احنا عايزينه. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هحط الفانيلا اللي عندنا، وهحط بالمرة اللون، هذه الفانيلا، وهحط اللون الأخضر نقطتين نقطتين كده. طيب بصوا بقى يا جماعة، احنا حطينا اللون اهو، خلاص هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ احنا كده جاهزين بالكيكة بتاعتنا، هناخدها نشيل دي. شايفين الخليط ازاي بقى كريمي اهو، شايفين؟ طب بعد ما وصلنا بقى للمرحلة دي، هناخد بقى دلوقتي السباتولا او ممكن مضرب، هناخد سباتولا او مضرب. عندنا هنا الفستق هنحطه، وهنحط الدقيق، وهنبتدي نقلب من تحت لفوق. طيب احنا كده حطينا الدقيق يا جماعة واهو اختفى، وحطينا الفستق المطحون. دلوقتي فاضل بس الزيت، هنحطه اخر حاجة. والصراحة انا ما كنتش بحط زيت الاول، بس لما جربتها بالزيت ادتني قوام انا حبيته اكتر، فحطوا الزيت بيفرق. طيب احنا الكيكة بتاعتنا كده جهزت، هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هاخدها احطها في صينية. الصينية انا مش هدهنها، الصينية انا هحط لها ورق زبدة، انا مش عايزة ادهنها، لان لو دهنتها الكيكة بتعمل ايه؟ بتكش من الجناب، انا عايزاها تفضل في الجناب، فهنحط ورق زبدة فيها، وهندخلها الفرن على درجة حرارة 180 لغاية ما تستوي، بتقعد تقريبا ساعة. ادي الكيكة بتاعتنا اهو زي ما اتفقنا، في صينية من غير ما تكون الصينية مدهونة، بس تكون مبطنة بورق الزبدة، على الفرن درجة حرارة 180 وبتقعد تقريبا ساعة. اهو زي ما انتم شايفين كده، ده بيكون شكلها ولونها بعد ما بتطلع من الفرن. دلوقتي هنشيل الطبقة دي، انا قسمتها اتنين. هناخد بقى دلوقتي الطبقة اللي عندنا دي، لو حابين تسقوها بشوية ميه وسكر او عصير فراوله لو تحبوا يكون متصفي بتقدروا. دلوقتي هناخدها ونحط دلوقتي الكريمه اللي عندنا، وهنفرد الكريمه كده. طيب دلوقتي هناخد بقى الفراولة المتقطعة صغير وهنحطها في النص، وهناخد شوية بس كريمة كده صغيرين هنا وهناك علشان تلزق في الكيكة من فوق. هنفرد ده بقى كده على الوش. شايفين اللون الأخضر؟ قلتلكوا بتقدروا تستغنوا عنه، بس هو بيدي كده لون لذيذ. هناخد دلوقتي
طيب احنا كده جهزت عندنا الكيكه، بس عايزين نحط لها من فوق كده شويه تزيين. ممكن نحط شويه راسبيري، ممكن تحط شويه فراوله، تقدروا تحطوا اللي انتوا عايزينه. خلينا نحط فراوله، بس انا كنت حابه احط راسبيري والله. حط شويه فستق في النص. كده اهو، وكده تبقى جهزت عندنا الكيكة. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.